رمضان شهر مشبع بالملايين. رونا الفيديو. انا ما قلتش ان انا صديقه خالص، انا قلت حتى يسأل اصدقاء، قلت احنا مش اصدقاء خالص، حتى ما عملنا مسلسل حدائق الشيطان ما جمعناش مشهد مع بعض، وعمري ما شفتها فيس تو فيس الا في حفله او حفلتين في حياتي، لغايه ما قابلتها في عزا الله يرحمه جوز بنت فيفي عبده، وطلبت ان انا يعني نادتني اقعد جنبها وسالتني على علاقتي باحمد، عاملين ايه عشان السوشيال، سايبين راجعين سايبين، قلت لها والله انا تعبانه شويه ونفسيتي، واتكلمت كاي ست بتتكلم مع ست. طب انا بحضر مسلسل كنت عايزاكي والله معايا بس ما اعرفش الانتاج، قلت لها معلش طب اديني رقمك، اخذت رقمي، قالت لي ده انا بحب جدا احمد سعد وعايزاه معايا، قلت لها والله يلا، وهي نفس شركه الانتاج ونفس المخرج اللي عمل عمرو سعد معاهم وهو كسر الدنيا، فبحبك يا صاحبي. اتقال انه سميه الخشاب خدت ريم البارودي سلمه عشان توصل لك، الكلام ده حقيقي زي ما هو طالع كده في الفيديو؟ سؤال من السؤالين بتوعي، يلا اتفضل. ليه سؤالين؟ سؤال منهم ايوه، حياه النبي يا شيخه، حياه النبي، لو ما كنتش انا في حياه ريم البارودي كنت هتجيبيها في الكرسي ده تقعديها وتساليها؟ لو كانت ريم البارودي هي ريم البارودي دلوقتي او سوبر سوبر ستار وما عندهاش مشكلتك او مشكله زيها ما كنتش هجيبها. بس ليه؟ لانه انا بجيب قدامي الناس اللي بيبقى عندها حاجه فيها اثاره للجدل، يعني ممكن يكون نجم انا فعلا بيتعرض عليا في الليست الجست ليست ضيوف كتير وليهم كل الاحترام ونجوم وسوبر ستار، بس بيبقوا مسالمين قوي ما عندهمش حاجه خالص، اقول لهم يا جماعه هنعمل بيهم ايه؟ لا الحلقه تطلع لايت قوي لان انا هنا هارد توك شو، فهعمل ايه؟ فلا ردا لسؤالك ما كنتش هجيب ريم البارودي، بس مش علشان انت، هي الحلقه مش مشكله ليها. هي مش مشكله، هي الحلقه كانت على احمد سعد مش اضافت، هي الحلقه كلها مش مشكله لنفسك. واي حق يعني هتحتاجي ست حلقات هارون الرشيد مش انت عامل نفسك هارون الرشيد؟ الحمد لله ما بعملش حاجه حرام، البس ما بعملش حاجه حرام، بتجوز.